في 13 من عمره اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب المقدسي أحمد مناصرة، ولا يزال معتقلا حتى اليوم حيث نهز 21 عاما. نخجل أن نفرح وفلسطين كلها جريحة. ومع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين نساء وأطفالا، فلنتذكر قضية مناصرة. كان يلعب مع ابن عمه حسن الذي يبلغ 15 عاما في القدس المحتلة، عندما أطلق جنود إسرائيليون نيرانهم عليهما بمزاعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن. استشهد حسن على الفور، وأصيب أحمد بجروح خطيرة فيما تعرض للتنكيل والضرب والإهانة من قبل مستوطنين. نقل إلى المستشفى مكبلا بالسلاسل ثم إلى مراكز التحقيق. حينها تعمد الاحتلال تسريب فيديو جلسة التحقيق الأمني له، وظهر أحمد باكيا وهو يواجه محققا إسرائيليا بقوله: مش متأكد ومش متذكر. فيما استمر المحقق بالصراخ في وجهه لنيل اعترافات مجانية تعزز رواية الاحتلال. وكشف بلال عودي من الشبكة الفلسطينية العالمية للصحة النفسية إن أحمد مناصر أصبح يعاني من مشاكل نفسية نتيجة التحقيق المباشر معه، وهو بوضع صحي حرج نتيجة إصابة بالغة في رأسه. ولا يزال مصير مناصر غامضاً بعد أن تم تخفيض محكوميته بالسجن من 12 سنة إلى 9 سنوات في العام 2017. أكثر إشي مشتاكي أحمد؟ أنا تلو. لا. وإن خرج مناصر من أقبية الاحتلال وعانق محبيه، كيف سينسى الطفل الذي ودع طفولته مكبلاً؟